أنا محمد العوامري، عميد البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة الأمريكية في مادبا. بحب أعرفكم على برنامج الماجستير في إدارة الأعمال وتحليل الأعمال الذي تم تصميمه مؤخرا بالجامعة الأمريكية لتلبية حاجات السوق والطلب المتزايد على تحليل الأعمال في مختلف المجالات. تم بناء هذا البرنامج الفريد من نوعه بعد دراسة متعمقة لحاجات السوق وبعد مقارنة مع نخبة من الجامعات الأمريكية والبريطانية لتلبية حاجات الطالب. يهدف هذا البرنامج إلى تسليح الطلبة خريجينا قادة المستقبل بالمهارات اللازمة لبناء المنظمات الناجحة من خلال تزويدهم بالمهارات التفكير الاستراتيجي، إدارة العمليات، ذكاء وتحليل الأعمال.